قلناها 1000 مرة، لو انت بتنسى كلمات يبقى افضل طريقة او من افضل الطرق اللي تساعدك عشان تفتكر الكلمات دي بالانجلش هي طريقة المشتقات. وبمنتهى البساطة ان الطريقة دي احنا بنجيب فيها كلمة احنا عارفينها وعارفين معناها زي كلمة النهاردة وهي لايف، ونطلع منها كلمات تانية. الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا لان المشتقات اللي هتطلع من كلمة لايف مستخدمة وبكثرة. الحلقة ما تفوتكش، ولو مش عاوز تنسى كلمات اتفرج على الحلقة دي. يلا بينا. وأول مشتق أو كلمة هنطلعها من كلمة لايف النهاردة هي هاي لايف. هاي معناها مرتفع ولايف معناها حياة. الاتنين مع بعض بيدونا معنى حياة مرفهة، أو زي ما بنقول بالعامية المصرية عيشة مرتاحة. لما أقول لك مثلا he's living the high life. Wining, dining, dating beautiful women and driving exotic cars. يعني يا عم ده عايش عيشة مرتاحة، واينينج بيشرب مش بيتعشى في أماكن غالية، بيواعد أحلى النساء وبيشرب عربيات غالية جدا، أوكي؟ He's living the high life. عكسها بقى ودي هتحبها قوي low life، وهي يعني مش معناها حياة فقيرة أو حياة سفلى، لأن low معناها سفلى، هي معناها حياة شمال زي ما بنقول بالعامية المصرية، أو ناس شمال، ناس مجرمة يعني. يعني هي ممكن تمشي حياة وممكن تقول على الأشخاص low lives. لما أقول لك مثلا he's hanging out with a bunch of low lives، يعني هو بيخرج أو أصدقائه من الناس شمال. فlow life بالذات المصريين فاهمينها، لو عاوز تقول كلمة شمال هي الكلمة دي بالظبط low life. عندك كمان لايف، وده تعبير حلو جدا، لما بتيجي مع لونج بتبقى بمعنى صفة، بمعنى حاجة ممتدة طول العمر. لما اقول لك مثلا او طول الحياة صداقتنا صداقة ممتدة لطول العمر، our friendship is lifelong or this is a lifelong relationship. اوكي، ممكن تقول برضو توصف العربية وتقول مثلا عربيتي my car or this is a lifelong car، دي عربية معمرة أو عربية ممتدة طول الحياة، أوكي؟ يبقى تمشي معمرة كمان lifelong. نخش بعد كده على lifeless، وless اتعودنا إنها لما بتيجي في آخر الكلمات بيبقى معناها بدون، فمعناها بدون حياة أو بدون روح. لما أقول لك مثلا when we came back to the apartment we found his body lifeless، وجدنا ان الجسم جسمه كان بدون روح، اوكي، او بدون حياه، اوكي. معانا كمان after، بعد، لما بتيجي مع life بيبقى معناها الحياه الاخرى او الحياه الاخره. لما اقول لك مثلا do you believe in the afterlife، انت بتؤمن بالحياه الاخره after life. life بقى لو حطيت عليها r بس بيبقى معناها lifer، ولايفر هو شخص في السجن طول العمر، هيقعد في السجن مثلا. لما اقول لك he's been in the jail or he's been in prison for a long time he's a lifer، هو في السجن بقاله مدة طويلة جدا، هو هيقضي حياته في السجن، he's a lifer. واخيرا معانا life لما بتحط عليها saver معناها منقذ للحياة، اوكي، ودي بتيجي كاسم او كصفة. لما اقول لك مثلا the new job I found recently is a life saver، الوظيفة اللي أنا لقيتها حديثا دي كانت بالنسبة لي منقذة لحياتي، because I couldn't provide for my family and I really needed money، لأن أنا ما كنتش قادر إن أنا أصرف على عيلتي وكنت محتاج فلوس. ف this job for me was a life saver. وممكن كمان تقول lifeline، أوكي، يبقى life saver أو lifeline. دي كانت كل الكلمات أو المشتقات المرتبطة بكلمة life. إن شاء الله بعد الحلقة دي مش هتنساهم، بس اتفرج عليها كمان مرة، ولو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.